تلقيت الجرعه الاولى من استرازينيكا. حينها شعرت بوخز وشعرت بتنمل وبأعراض غريبة. مر أسبوع إلى 10 أيام فظهرت علي مجموعة من الأعراض الخطيرة اللي فيها شلل على مستوى الأطراف السفلى، وهذا الالتهاب صعد إلى الوجه وشلت حركة الوجه، العينين ديالي ما تتسدوش، البلع أصبح غير ممكن، الكلام لم أعد أستطيع الكلام، بدأت أدخل في غيبوبة وأفقد الوعي. لم أعد كما كنت من قبل، ولم أعد إلى حياتي العملية الطبيعية، ولا أظن بأنني سأعود إليها، لأنني أتعب بسرعة، لا أستطيع أن أقف كثيرا، ولا أستطيع أن أتكلم كثيرا.